هذا الضل، هذا الضل هي اللي كتسمى لا فونداسيون. هذه في هذا النيفو، فتخيلوا هذا النيفو ثاني، شوفوا النيفو اللي هنا تلاين واصل. هذه هما الحوايج اللي كيديو الفلوس كثار، هما اللي كيكونوا صعاب حتى في الخدمه، اللي الناس كيقولوا حكا راه غير من زبال. وإلا توجهتي لهذه الجهه كتبان لك عاوتاني لا فونداسيون بحال، ولكن هذا الشيء اللي طالع فوق الارض. اما اللي هابط الاغلبيه كاين 1.80 متر تل بالمال. هذيك ثاني من طبيعه الحال لابوراتوار مع لوجيتيك سوبر اتريتي. انا كما شفتوا هي طالع شويه، شفنا شحال طالع، شوف لي شحال طالع. هذه كلها مصاريف استخراج، وهذه هي الاساس ديال اي مشروع. الشيء الاخر راه كنخدموا غير على هادو باش كتعاودوا درات، كنضربوا الطالات بحال هكا. غير هذوك الطالات تما تقريبا كل وحده كتكلف واحد 30 ديال المليون، يعني 300,000 درهم من غير المانسون، غير اللي هو دياجور. هذاك ماشي شي حاجه اللي هي كثيره، ولكن اللي دار هما اللي كيكلفوا. حيت فيها الحديد، فيها البيتون، فيها البوتريل، فيها الوردي، وفيها بيروت ليتود اللي كيجي كيشوف معاك الحديد شاك فوا خصك تخلصو من الكونطرا. هادو هما المصاريف اللي كيكونوا زعما شويه صحاح عاد الخدامه. الخدامه كيتخلصوا كل اسبوع، يعني خدامة اللي هنا كل اسبوع خاصو يتخلص السيمانه ديالته كامله كياخذها مقاده. بطبيعة الحال خدمتهم راه هي 150 درهم للواحد. هادو هما المصاريف اللي كيكون، بمعنى ان البني يعني خصك تخرج الفلوس على طول النهار. بحال ملي كتحل الروبيني كيبقى يدور الكونتور، هذاك هو الشونط، غير كتدخل خاصك تبقى تحط في الفلوس. السلام عليكم. حنا كنتواجدوا هنا على ارض المشروع المسمى ديار الواحه التابعه لوداديه الواحه للسكن. كنبقى انا عندي صفه الممثل لهذه الوداديه. هذا المشروع خدا واحد المده زمنيه باش اننا رخصناه، وكان ظروف ثانيه مع احد المتداخلين اللي شويه عطلت المشروع، والحمد لله بديناه في 2019 رغم كانت الازمه وكانت الخنقه كما كنسميوها ديال الكوفيد. تبارك الله المشروع كما كتشوفوا هنا وكما شفتوا هاد الصور باللي تخدم اونيفو ديال لا فونداسيون بالنسبه للمشروع كامل. وهاد لا فونداسيون اللي كيفهموا فيها غير اهل الحرفه او تقنيين ولا الخبراء، من غيرهم ما كنظنش شي واحد عنده فكره، لان كنكونوا هابطين تحت الارض بواحد 1.80 متر، وهنا تبارك الله كاين شي بلايص اللي فيهم 2 متر. من ناحيه الخدمه حاليا دخلوا الدراري في هذا النهار وبدات الخدمه، وان شاء الله الكريم في الاسبوع القادم غنفتحوا الباب لاي شخص يرغب انه ينضم لهذا المشروع. بالنسبه للناس اللي تيديروا دوك الوقفات وكيزيدوا يورطوا ريوسهم مع المكتب وكيحاولوا باش يعطيوا واحد الصوره سوداء، فالخدمه والفعل هو اللي كيثبت. اما الكلام تبقى غير مجرد كلام سطحي، ما كيدي ما كينقص ما كيجيب. ان شاء الله اول ما غيتزادوا الناس غنخدموا على هذه العماره باش تطلع ار بلس 4، وان شاء الله غادي نبقاو على واحد التواصل فقط في حدود المشروع. اما من دوك الناحيه دوك الناس فراه غنطلب منكم ان غتكون اخر مره اننا نهضروا في هذاك الموضوع، وغتكون اخر مره كنخرج وكنتصرح
في الموضوع ديال دوك الناس، لان هذاك الموضوع حطيته جنب، واللي كيهمنا حنا هو المشروع يتبنى. هذا ما كان، وما تحياتي لكم كاملين، وشكرا على التواصل.